لعبة مرة ثانية. زيان بحاول يمر لعبة زيان في عرض الملعب. ماجد جول جول الله لا 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 هذا ماجد هذا ماجد الله يجي زيان يجي زيان يعطيها بالخياس وبالملي في دقيقة 16 يوسف زيان يلعبها لماجد عبد الله بالدقيقة وبالمقياس بالورقة والمسطرة والقلم وماجد يحطها على في أول هدف في مرمى أحمد رباح الزادة. شوف شوف ماجد عبد الله شوف حطها بالراس كأنه حطها مجاة بالفعل بلينا ماجد عبد الله يسجل أول أهداف المباراة. ماجد عبد الله لعبها زيان حكم عطى فرصة لعبها على طول ماجد عبد الله شوف 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 ماجد عبد الله شوف يحاول يصير